اتشرف بحضرتك. انا اسمي ابراهيم عبد الفتاح والشهير بابراهيم النوبي، وفي ناس بتقول لي بكر. تمام، انا محتاجه اعرف كده ايه اللي حصل معاك والموضوع من اوله. انا كنت راكب عربيه بتاعت ديدي من الزمالك، من عند بواب 4 نادي الجزيره. كنت ببيع اكسسوار وكده، طلبت العربيه وركبت من هناك ومشيت. وانا بحمل الحاجه، بعد ما ركبت السواق بيقول لي هو ايه الحاجه دي كلها؟ قلت له دي الخشبه بتاعت الاكسسوار بتاعتي، وفيها شنطه كمان كبيره وكرسي صغير. انت بتتاجر في الاكسسوارات يعني؟ اه بلف، يعني ما بقعدش في مكان، بلف. من ساعتها كنت واقف يعني 5 دقايق عند نادي الجزيره. فجيت قلت له الحاجات دي بتاعتي. قال لي طب هي الحاجات دي غاليه؟ قلت له اه الحاجات دي ب 12000 على نيات، يعني بحكي على نيات. انه مش بس ازاي هو يسالك حاجه زي دي وانت تجاوب؟ يعني هو ماله انت معاك شنط فيها ايه؟ انا فكرت الناس يعني عادي، يعني هو سالني سؤال ومش هيدقق يعني في السؤال. فراح جه قال لي الحاجات دي بكام؟ قلت له الحاجات دي ب 12000، وكل شهر بزود حاجات ب 5000 غير المصاريف. قال لي على كده الشغلانه دي بتكسبك؟ قلت له الحمد لله، يعني يوم بشتغل يوم لا، والحمد لله عشان بصرف على ابويا، عنده بتر في الرجل وكده وبساعد ناس. قال لي ماشي ماشي. واحنا ماشيين في الطريق جدا بعد جسم الجيزة على طول، بعد الجسم على طول، راح وقف على جنب، قال ممكن زقة، نزلت ازق. قال لك ان العربية فيها مشكلة او عطل؟ العربية، قال لي العربية عطلت معلش ممكن زقة. نزلت ازق انا وكده، بزق العربية لقيته جري. جري؟ اه بالبضاعة طبعا، انت ما نزلتش بالبضاعة. ما نزلتش بالبضاعة، نزلت لوحدي كده. لسه جاي ازق لقيت العربية طارت. جيت ابص على الرحله في التليفون، رحت لقيته مش بعيد، ما ملفش ورجع يعني ياخدني. فجيت برن عليه ما بيردش. فاستنيته ربع ساعه ما ردش برضه. رحت دخلت القسم، مشيت على القسم، دخلت عملت محضر. قال لي اللي حصل؟ قلت له حصل كذا كذا، عربيه تبع شركه ديدي ومعايا البيانات بتاعته. قال لي طلع لي البيانات في ورقه بره على جنب والاسم والكلام ده، وتعالى اعمل محضر. رحت طلعت بره، عملت البيانات، مليتها في ورقه، رحت مقدمها ليهم. وقال لي هو يعرفك؟ قلت له لا، ولا اعرفه ولا يعرفني، بس انا كنت راكب معاه من الزمالك والحاجات كلها اتسرقت، اخدها ومشي. قال لي مش ممكن يرجع لك الحاجه؟ قلت له طب اهو حضرتك انا برن عليه وهو لحد دلوقتي مش. قال لي طب يعني عايز من محضر سرقه؟ قلت له اه. عمل لي محضر سرقه وكل شويه كان بيسالني على الحاجات، وقلت له الحاجات دي ب 12000، ويعني اكتر من 12000، بس انا جايبها ب 12000، يعني هي لو انا بعتها هتجيب لي اكتر. فالحاجات دي كنت انا بصرف بيها على ابويا وعلى امي، وكنت يعني بعيش بها نفسي احسن ما مد ايدي لحد واشحت وكده. فانا عشان متعلم، عندي صانع زغرفه، دارس صانع زغرفه، فموهبتي الحاجات اللي هي الاكسسوارات والحاجات اللي زي دي، فانا بعرف اعملها كده. فالحاجات اتسرقت دلوقتي، انا معيش مصدر اكل عيش وكده. عملت محضر. فكنت متابع في النيابه، متابع جلسه في جلسه في جلسه، بعد كده اخذ ورقه. طب خليني اسالك سؤال. لما قالوا لك في عشان تعمل محضر تحط البيانات في ورقه خارجيه، ايه البيانات اللي انت حطيتها عن السواق ده؟ حطيت الاسم بتاعه بالكامل، اسمه، وخطيت رقم التليفون، وخطيت رقم كان حاطط صورته على الابلكيشن، وخطيت صورته على الابلكيشن. رحت وريتها للشرطه، قال لي دي تبعتها لبتاع النيابه زي. اللي هو مسؤولين عن النيابه اللي باخدوا الصور والبيانات والحاجات دي. عملت ده فعلا؟ اه رحت النيابه بعد كده، بعدها بيومين، وقدمت الصور وقدمت الفيديو انا وبركب الحاجه. يعني قال لي عاوز ما يثبت اللي انت ركبت بالحاجه. الفيديو ايه ده؟ الفيديو ده كان في محل في وش نادي الجزيره، في وش باب 4، محل بتاع هدوم ملابس. ففي معلق كاميرا يعني، كاميرا. اه فانا وبركب يعني اتصادف اللي هي جابت العربيه هي وانا وبركب. فروحت قلت له معلش ممكن ترجع لي الكاميرات واخد اللقطه دي؟ قال لي اه ماشي. رحت اخدت اللقطه دي بتاعت اللي انا بحمل الحاجه في العربيه، والعربيه طلعت. فجاي اخدت الحاجه وقدمتها في النيابه. طيب هو انا بس عندي سؤال، هو حضرتك قدمت شكوى في شركه ديدي ولا لا بالواقع؟ انا قدمت شكوى، وبعديها بفتره كده ردوا عليا. بفتره قد ايه يعني؟ 3 شهور. وانت قدمتها من امتى؟ شهر 2 قدمت الشكوى ده لشركه ديدي. في شهر 5 رد عليه. قالوا لك ايه بقى؟ قالوا لي حضرتك احنا وقفنا الشغل في بتاعه، وانت تابع مع النيابه عشان تاخد حاجاتك. تابع مع النيابه؟ اه. انما هم مش هياخدوا اي اكشن اتجاهه، ولا اخدوا اي اجراء، ولا اخدوا اي حاجه تثبت ان الشركه مثلا بتدافع عن حقوق المواطن، حقوق البركب. يعني انا برضو عايزه اعرف ردهم عليك
كان ايه بالظبط؟ ردهم قالوا لي انت غلطان، انت ليه بتتكلم معاه وليه بتقول الحاجات دي بكام؟ قلت لهم انا بتكلم هو بيسالني وانا برد على نياتي. انا يعني غلطان ان انت اللي جاوبت، مش غلطان مش التاني غلطان هو سال. ده هم بيغلطوني انا هناك في الشركه. قال لي انت ليه بتقول له الحاجات دي غاليه؟ كنت بتقول له الحاجات دي بضاعه مستوعبه. هو الطبيعي ان حتى لو انا قلت اي حاجه واملك اي حاجه، مش الطبيعي ان هو ياخد الكلام عليا ويستخدمه ضدي وان هو يسرقني؟ حتى لو ده عمل كده فيا، المفروض ان الاقي الشركه بتجيب لي حقي، وان هما واخدين عليه اثباتات شخصيه ان الشخص ده لو هرب او زي اللي حصل مع حضرتك، المفروض انا اكون متامنه، لان انا يعني انا بركب معاه، بنات بتركب معاه، سواء ده او غيره، فالطبيعي ان انا لازم يكون ليا حق ان لو حصل لي حاجه، حد خطفني، حد سرقني، لازم اعرف ارجع للشركه. غير بقى القانون طبعا هياخد مجراه وهيجيب لي حقي. انا بتكلم على الشركه، بتامن ازاي العميل اللي معاها؟ حضرتك مفيش تامين خالص. انا رحت الشركه وعمال ازعق رحت الشركه رحت وزعقت، قلت لهم عايز المدير. قال لي مفيش مدير، تعالى بكره. جيت بكره المدير ما جاش، في اجازه بيصيف. قلت لهم انا عايز المدير وزعقت وبتاع. راح بيصيف شهر 2 مش عارف. رحت واللي بيصيف ورحت زي كده. فرحت ولا قصدك الكلام ده شهر 5 لما ردوا عليك؟ شهر 5 في شهر 5 رحت عندهم في شهر 5 قال لي بيصيف. فروحت تاني يوم، تالت يوم، رحت بعدها باسبوع كل شويه بروح. فاخر مره لما زهقت بقى زعقت، قلت يا اخوان انا عايز المدير، انا ليا حق، انا حاجتي اتسرقت. قالوا لي حضرتك مش عامل محضر، روح تابع مع النيابه. انت بتكلمنا احنا ليه؟ طب انما هم مش هيعرفوا يجيبوا لك حقك. قالوا لي احنا من سلطه التحقيق عشان تسالنا في حاجه. قلت لهم انا حضرتك طلبت السواق ده، انا ما اعرفوش، طلبته من خلال الشركه بتاعتكم، فانتوا مسؤولين ان انتوا تجيبوا لي الحاجات اللي ضاعت. تامنوا العميل. تامنوا. قلت لهم مسؤولين ان انتوا تجيبوا لي الحاجات اللي ضاعت. فجي رد عليا قالوا لي لا والله احنا ممكن، احنا فصلنا بس نفصل عن الشغل. ده هو ده اللي يقدروا يعملوه؟ لا احنا هو ما اشتغلش في شركه ديلي تاني، وانما الحاجه الخاصه بيك اللي اتسرقت يعني خلاص من النيابه. ده لو عرفنا مثلا نجيب بياناته اكتر وان احنا نعرف نوصل للشخص ده، بقى الموضوع متوقف على النيابه. ادوني عنوان بيته. قالوا لي ما نديكش عنوان بيته، حضرتك مش جهه تحقيق. انما النيابه لو طلبت طبعا اكيد هيدوا. النيابه لما تطلب تحريات عنه هنديها الورق، لكن انت مش جهه تحقيق عشان احنا نديك الورق بتاع العربيه. طيب هو البضاعه دي من جايبها من شهر 2 كانت عامله 12000. كانت عامله 12000 ودلوقتي وصلت اكتر من 24000، يعني غلت الضعف. الدولار غلي وكل حاجه غلت في السوق. ف يعني انا لو عايز اجيب الحاجه دي مش هجيبها ب 12، انا هجيبها ب 20 25 على حسب السوق دلوقتي الحاجه بكام. وكل يوم الحاجه بتغلى، بالذات الحاجات دي عشان مستوردها من اليابان والهند والصين وكده. فالحاجات دي وفيها احجار من البرازيل برضو كنت جايبها مستورده، فالحاجات دي غلت. يعني كلمني عن حياتك شويه، انت متجوز؟ ايه الاسره اللي انت عايش معاها؟ بابا وماما، زوجه؟ انا مش متجوز يعني ان شاء الله. انا عندي والدي وابويا وامي. عندي والدتي عندها سرطان في العين ما بتشوفش، وعندي والدي ربنا يشفيه يعني ان شاء الله، عنده بدر في الرجل من السكر. وانا بعين. انت اللي شايل الليله بقى. انا شايل الليله وانا شايل الطين وحضرتك يعني انا تعبت جدا، استلفت فلوس من الناس عشان اكل واشرب الصراحه. طب البضاعه دي انت كنت جايبها يعني كاش ولا جايبها تقسيط؟ انا كنت مستلف فلوس من الناس، ويعني مستلف فلوس 7000 جنيه من الناس والباقي بتاعي. فانا الناس بيطالبوني بقى لما قلت لهم الحاجات ضاعت، وقفوا معايا شويه وقالوا لي هنستنى، بعد كده طلبوني بالفلوس. فبقيت اشتغل اي حاجه بقى، اي انزل يوميه تكسير، انزل اشيل تكييفات. اتبهدلت في الكام شهر دول. بقيت انزل يعني وصلت لدرجه ان انا نظفت الشقق. بقيت انضف شقق. نظفت شقق؟ وصلت لدرجه ان انا نظفت شقق بعد الدهانات، نظفتها من البوهيه والحاجات دي. هعمل ايه؟ ما انا عاوز مصاريف عشان اسدد الناس، وعاوز مصاريف ليه وعاوز فلوس. يعني ما عندكش شغلانه ثابته عشان تقدر ترجع الفلوس اللي عليك؟ انا ما عنديش شغلانه ثابته غير اللي هي الاكسسوار والحاجات دي، وبعمل كنت لوح بالخيط ورسومات بالخيط، برسم مناظر طبيعيه وكده. فشغلانتي هي بالخيط والشغل الاكسسوار. فانا لما حاجاتي اتسرقت طبعا راس مالك راح. راس مالي راح. فانا طلبت من الناس اللي سلفوني اول مره يسلفوني تاني، قالوا لي مش هينفع، طالما انت ضيعت الاولانيين هتضيع التانيين.
ورفضوا يساعدوك؟ رفضوا يعني، في ناس بس ولاد حلال يعني، واحد ادانا 2000 جنيه، فرحت سددتها للراجل اللي كان ليه فلوس، وبقيت اشتغل عشان ايه اطلع باقي الفلوس، اسدد باقي الفلوس اللي عليه. يعني انت المسؤول عن علاج والدتك ووالدك؟ مسؤول على والدي بيعمل علاج طبيعي، ومسؤول على والدتي بتاخد قطره بساعدهم يعني، انا بساعد من هنا واخواتي بيساعدوا من هنا وكده. طيب انت تابعت في النيابه القضيه اللي انت عملتها او المحضر اللي انت عملته ولا لا؟ انا تابعت في النيابه ورحت، وكل شويه كنت بروح واقعد واستنى واكلم وكيل النيابه اقول لحضرتك انا مظلوم. قال لي حضرتك الورق نزل جلسه، انا ماليش دعوه بيه. رحت جلسه امتى؟ نزل 26/6. رحت ولا لا؟ رحت الجلسه 26. لا ما رحتهاش. طب ليه ما رحتهاش؟ هو قال لي نزلت 26/6. فانا ما نزلت 6 يعني. انت رحت بعد كده؟ رحت بعد كده. فانا لما كنت في اسوان رجعت، قال لي دي نزلت الجلسه يوم 26/6. قال لي في جلسه تاني يوم 19، يوم 18/9. فروحت وقعدت من الصبح لحد الساعه 3. قال لي طالما ما سمعتش اسمك يعني، ما سمعتش اسمي، هو كان عليه جلسه في اليوم ده، قال لي هياخد براءه خلاص يعني، يا اما هيتحكم عليه. بقول له مش انا اللي سرقت، انا اللي مسروق، ازاي هاخد براءه؟ قال لي طب ما فيش ادله، الورق ما فيش ادله. ف ازاي انت مش مسلم الفيديو الخاص بالمحل اللي هو كان بتاع الهدوم ده؟ قلت له من الشرطه، ومن الشرطه قال لي انا قدمته، وريته الوكيل النيابي. ما نزلوش الفيديو ده اللي انا بحمل حاجه، عشان كده الورق اللي راح للقاضي ورق فاضي. طب انت ما عندكش محامي اصلا؟ ما انا كنت معايا محامي، بس بياخد مني فلوس كتيره، ياخد مني 400 و500 في 200 في 300. فقلت له لا انا معيش فلوس ادفع لك، انا هصرف من فين، ولا اشوف ناس من فين، ولا الدنيا دي. قال لي يعني انت مش؟ قلت له هتابع في النيابه لوحدي. وتابعت لوحدك؟ بقيت اتابع في النيابه لوحدي في لحد اخر جلسه دي يوم 18، راح اخد براءه. عملت استئناف ورحت دار القضاء عند المحامي النيابي العام في التجمع، ورحت عملت استئناف وقالوا لي تعالى بعد كام يوم. طيب بعد الواقعه اللي حصلت دي، ركبت اي عربيه تبع اي شركه تانية؟ وما تقولش اسامي، انا بس عايزه اعرف انت ركبت مع شركات تانية ولا مع ديدي برضو؟ مع ديدي بس من رقم تاني. طب وليه ركبت معايا؟ انا ركبت بس خدت حذري بقى، انا معيش حاجه، حاجاتي اتسرقت، ركبت لوحدي فرضان. تحب تقول ايه لكل اللي بيشوفنا دلوقتي يعني، عشان لو هنجرب ان احنا نركب مع اي شركه، ما بحددش شركه معينه، تحب تقول ايه للشركات دي؟ تحب اقول لازم يكون في امان اكتر من كده، ويكون في تطبيق اجراءات حاسمه على اللي هم الكباتن، ويكون مثلا في امان اكتر، عشان في بنات بتركب وفي اولاد وفي ناس. وبحب اقول للناس اللي هم بيركبوا برضو يخلي بالهم من كلامهم، ما يتكلموش مع اي سواق ومع اي كابتن غير اللي هم يعرفوه شخصيا يعني. انا بشكر حضرتك انك كنت معايا النهارده.